وصلنا هلا لمساحة عم نحكي تحت الهواء مع ضيفتنا انا وياك يا فرح، لمساحة كثير مهمة هلا عم يشهدوها كل الاهالي اللي عندهم شهادات. الله يكون بالعون. الله يكون بالعون. طبعا الطلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية اللي هن محور اهتمام الاهل وكل المحيطين فيهم، اساليب التعامل معهم حسب البيئة والظروف دائما هي الهم الاكبر او هي سبب المشاكل او التعامل كيف بتأثر على الطالب. اليوم بدنا نحكي عن طبعا طالب يعني بشكل عام له أسلوب طوال العام الدراسي بالتعلم بالتعامل بيختلف عن الطالب ما طلع الحكي الطالب اللي ممكن أنه يكون يعني بشهادة عادية مثلا تاسع غير البكالوريا أو مثلا اللي هو حلقة أولى غير اللي هو شهادة. دائما ودائما في عندهم الأهالي مشاكل وفروقات ومقارنة بين الأولاد، خاصة اللي بيحب الدراسة اللي ما بيحب الدراسة، اللي هو بده يدخل فرع معين مثلا أكبر من طموحاته أكبر من مقدراته. طبعا عم تتنوع هي المشاكل عند الأهالي، وأكيد رح نتعرف اليوم طبعا على طرق التعامل أكثر لنوصل لكل الأهالي رسالة ليمروا بهي المرحلة بسلام. لهيك على المدربة المعتمدة بالتنمية البشرية ورئيسة جمعية أطفال الغد ربا دياب لنحكي أكثر عن هالمرحلة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك يا رب. أهلا وسهلا. خير مرة ثانية. صباح ايه الموضوع حساس اليوم خاصة بالنسبة للأهل الشهادتين سواء التاسع أو حتى البكالوريا، في يمكن مثل ما قلنا في أهل بيضغطوا بشكل كتير كبير على الطلاب، وهذا الشيء يمكن مو بإيدهم، الوضع المناهج المستقبل يلي ناطرهم. فخلينا نحكي عن أول شيء الضغط على الممارس على الطالب بهي المرحلة. تمام. هلا كل أهل أكيد بحبوا ابنهم يكون هو مميز أو متفوق بالمنحة الدراسي، وهذا حق طبعا. نحن طلابنا عندهم ذكوات كتير كبيرة، فنحن بدنا نعرف نشتغل مع هذا الطالب إذا كان مثلاً بيتمتع بالذكاء اللفظي أو الرقمي، فنحن بدنا ننميله شو اللي ضعيف فيه بداية. ودائماً في عندي طلاب جزئين، جزء بيتحفز بطريقة إيجابية وجزء بيتحفز بطريقة سلبية، فنحن بدنا نعرف كيف بدنا نوصل معلومتنا وما نوتر أطفالنا. صحيح. تمام. وكيف نتعامل معهم بطريقة جدا سهلة وبسيطة ويحبوا الشيء اللي عم يشتغلوا أو اللي بدهم يوصلوا له. بالإضافة لأنه نحن منفتقد مهارة كتابة الأهداف للوصول لها، نحن مالنا مدربين أو مالنا مهيئين لنوصل لهدفنا، فهي مشكلة من المشاكل اللي عم يعانوا منه. طبعاً. ربا يمكن كمان من أكثر المشاكل اللي بنشهدها هي الضغط على الطالب، بيسحبوا منه الموبايل، ممنوع تطلع، ممنوع تفوت، ممنوع تحضر تي في، ممنوع تحكي مع حدا، في مقارنات، بيركزوا الأهل دائماً على العلامات أكثر ما يركزوا على هالطالب شو قدراته، بشو بيبدع، شو بيحب. فخبرينا كمان عن هذا الأسلوب، أسلوب الضغط، المقارنات، طلب العلامات العالية، توتر اللي بيخلقوه للطالب. تمام. بهذا الشيء قد ايه بينعكس سلبا حقيقة على الطالب؟ هلا في عندي شيء كثير مهم يلي هو بنركز نحن دائما انه بدي اجيب علامة. طب انا كيف بدي، شو الادوات اللي بتخليني لحتى اجيب هي العلامة؟ شو قدرات طالب؟ شو قدراتي انا لحتى اجيب؟ دائما بالتمرين. هلا نحن بنفتقد، يعني نحن في عندنا مشكلة انه ما عندنا مهارة القراءة منذ الصغر، انه نحن ايمتى بنضغط؟ بالتاسع وبالبكالوريا. انا ما عندي مهاره انه ضلني ماسك الكتاب، هي بدايه. النقطه الثانيه والاهم، انا ما عندي شيء اسمه اداره تنظيم وقت او اولوياتي، اني احدد انا اداره تنظيم الاهل هي ثقافه جدا واسعه وكبيره. انا لما عم حدد تنظيم لوقتي في جدول معين زمني انا عم بشتغل فيه، تمام، بفعل عندي شيء اسمه ساعه بيولوجيه، صرت داخل الزمن، صرت حس بالوقت اللي انا عم بشتغله. هلا ممكن ادرس انا ساعتين تركيز بستفيد اكثر من اني ادرس وقت ثلاث ساعات. الاهل بيقولوا ابني شاطر، يعني ابني تمام انه ايه شاطر بس ما بيدرس. تمام. هلا هو المشهورة. لا هو شاطر بيدرس بس هو بيعتمد مثلا، هلا نحن المعلومه بتضل تثبت خمس مرات بالدماغ. تمام. هلا نحن المنهاج تبعنا معروف، هو عندنا تحضير، عندنا وقت يعطي المدرس الدرس، في عندي كتابه الوظائف، هي كلها عم تمرق على الدماغ، المذاكره والفحص والتسميه الدرس الجاي. طبعا طبعا، فهي هي مرحله، هي عم بتغذي عندي اليه الحفظ او اني احضر حالي لحتى تماما فوت على الامتحان. تنظيم الوقت جدا مهم. اكيد. تمام. لحتى شغل الساعه البيولوجيه، لحتى اصير داخل الزمن، لحتى اصير انا خلص
الدرس المحدد بوقت الزمن اللي انا محدده. تمام. ربما يمكن الشغلات المؤلمه بالنسبه للطلاب اليوم يمكن المقارنه اللي بتصير، شوف رفيقك، شوف ابن خالتك، شوف ما بعرف مين، بيتناسوا دائما كل طالب قد ايه قدراته وشو البيئه مثل ما قلنا قبل طبعاً. شوي يلي نشا فيها، هو كان قارئ منذ الصغر، هو كان يهتم طبعاً. منذ الصغر ولا لا، فهذا الشيء قد ايه هو شيء مؤلم للطالب وممكن يكسر من معنوياته وما يصقل هي المعنويات. طبعا هلا المقارنات موضوع كثير سلبي للطفل، انا دائما بدي اعزز قدرات، انا دائما هلا اذا مثلا غلط في عندي شيء اسمه قاموس ايجابي، انا بدي اعرف كيف بدي خاطبه، كيف بدي حدسه لهذا الطالب لحتى شجعه انه انت لازم تدرس. اوكي مثلا غلطنا بهي مثلا الرياضيات كان عندي فيها مشكله، طب انا بدي احاول نميله، ماما ما عملها، ما عليه حبيبي نحن بنشتغل احسن افضل، لانه هلا الانسان هو عباره عن تجربه وخبره لحتى يكون هو قادر يشتغل افضل، بس انا كيف بدي احفزه؟ هاي الطريقه بإيجابية. لازم الاهل يعرفوها بشكل بإيجابية صح. طبعا وبدي اعرف هذا ابني اذا هو بيتحفز ايجابي او بيتحفز سلب. خلينا نوضح هاي النقطة ربا. تمام. كيف هلا إيجاب هلا أنا مثلا أنا مثلا إذا ما حبيت ما بتفاعل، أنا إذا ما حدا حفزني إنه أنت مميز، برافو عم تدرس عم تتعب، برافو ماما أنت شطور، هي كلها عم بتعزز عندي الإيجابية إنه عم بحملني مسؤولية، إنه أنا معناتها عم بشتغل شيء كثير صح لحتى أقدم بصورة إيجابية، فهذا تحفيز إيجابي. أنا ما بسوى مثلا أنا تحفيزي إيجابي أجي أقول له أنت حترسم، طب انا اعطيته امر مباشر للدماغ انه هو حيرسب صح. طب ما انا شو عملت؟ ضغطته نفسيا، خلص انا هيك هيك راسب راسب راسب، ما عاد عندي شيء اني حفز لحتى اشتغل. نرجع انه انا بدقق على موضوع كتابه الاهداف، انا لازم يكون في عندي مهاره كتابه الاهداف، شو بدي يصير بس اكبر؟ انا اعزز هي عند الطفل، نمي له اياه لهذا الجانب لحتى يكون في عنده شغف للمطالعه والقراءه، لحتى هو يبني الهيكليه تبعه او يغذي الدماغ، وصل للهدف اللي هو بده اياه. يمكن ربما كمان هلا الاهالي بهذا العصر، عصر السرعه، صار ما عاد كثير وقتهم مثل ما كنا نحن وصغار وقت الاهالي قلنا بالتسميه بالمتابعه، صار في معاهد، صار في اماكن معينه لمتابعتهم، فبيأمنوا ما بيعرفوا انه لازم يعرفوا ابنهم بشو مهتم، شو هو ميوله، ينموا له هذا الشيء. كمان عم نلاقي انه يمكن ولا زمن التحضير للامتحانات للامتحانات فطبعا هلا في عندنا طبعا شهاده، اليوم في عندهم فحص طلاب الشهاده الثانويه، خلينا نحكي شوي كيف ممكن يتعاملوا الاهالي اليوم مع يعني اولادهم لما يرجعوا من الفحص، خاصه عم نلاقي انه البعض عم يرجع بكيان منهار نفسيا، بعض انه ما بنعرف شو اشتغلنا شو حلينا، كيف ممكن الام تشجع ابنها انه يستمر ببقية المواد بدون ما تأثر عليه مادة عن مادة؟ هلا أنا بدي أحكيك عن تجربتي، أنا باحتكاك مباشر مع الطلاب، يعني أنا عم بشتغل مع 2000 طالب ومع الأسرة تبعه ومع الأهل. هلا الطلاب صار في ثقة طبعا كثير كبيرة بيني وبينهم، أنا بيحكوني هلا خلص خلصت هذا المادة انتهينا، أنا بدي أفكر بالمادة الثانية، مشان أنا إذا كان عندي مشكلة بالمادة اللي أنا قدمتها أو نقص بعلامي أنا بدي أشتغل على المادة، خلص انتهى يوم زمني هلا انتهى، بدي اشتغل على الزمن الثاني، شو المادة الثانية بدي ركز عليها، بدي فرغ معلومات القديمة وبلش عاد بالشغل احضر للمادة الثانية، بدي حفظه. هلا بالنهاية هي تجربة تماما هو يعني هو تقرير مصير، بس نحن ما نخوف ما نرهب الطفل. اوكي تاسع شهادة تمام، نحن بندرس بنتعب عم نلاقي نتيجة، ما فيك انت ما تدرسي وما تلاقي نتيجة اكيد. وفي عندهم طلاب كمان فرحة رهبة الامتحان، يعني بيكونوا دارسين أول ما يفوتوا على الامتحان بينسوا كل شيء من الخوف، عم تصير كتير هيدا الطلاب. الخوف والتوتر بينسي كتير، نحن في عنا أخطاء كتير يلي هي ما عنا ثقافة إنه نحن كيف نشتغل بالقاعة الامتحانية. هلأ أنا أول غلط برتكبه إنه أنا لما بفوت بمسك الورقة شو بساوي، بقرأ كل الأسئلة لحتى أحس بالأمان، يعني انه كلهم بعرفهم هلا الدماغ ما بيشتغل هيك، هو بدك تعطيه امر لحتى يفرغ معك. هلا انا بنصح الطلاب انه انت لما بدك تمسك الورقه الامتحانيه خذ السؤال الاول، اذا ما عرفته اتركه اخر شيء بس تخلص، هلا يرجع يكتبه للسؤال نفسه باللا شعور الخزين اللي جواته بده يرجع يكتب.
باللا شعور بترجع تطلع المعلومه. صحيح. لانه هي مخزنه جواته، يثق انه هي مخزنه جواته. ربما ترجعينا بالذاكره يمكن لهي المراحل يلي مرقناها وهي التوصيات اللي كنا نسمعها، بتمسك الورقه ما بتقرا الاسئله كلياتها، تراجع الورقه مره واثنين وثلاثه لتشوف ان كان في بعض النقاط نسيتها، بعض النقاط صححها اكثر من هيك. هلا اذا نحكي عن النتائج، يعني بس تطلع النتيجة أكيد بعض الطلاب ناجحين، نتمنى الكل أكيد يكون ناجح، البعض الآخر راسب. تمام. ما وقفت الدنيا عند الراسب. أكيد. في تجربة تانية نحن ممكن نتخطى فيها في مرحلة عدم النجاح. صح. ونبدأ من جديد. هون كمان مسؤوليات الأهل بشكل كتير كبير. طبعا. كيف تنصحي التعامل مع هي التجربة؟ هلأ هي تجربة، نحن عم نحكي من اسمها. تمام. هي تجربة بغض النظر، هي ناجح ناجح خلص اوكي، بس التجربة إذا كان الطالب راسب أنا ما بدي أعمل له صدمة نهاية العالم، لا هي تجربة أوكي، راحت سنة بس نحن السنة الثانية بدنا نشوف نحن شو المادة اللي كان في عنا فيها خلل. هلا برجع إنه بحكي في عندي ذكوات، في عندي ذكاء الرقمي، ذكاء اللفظي، هو رياضيات بيكون كتير شاطر، عنده قدرات كتير كبيرة، بس بالحفظ بس بالحفظ عنده مشكلة، فأنا بدي أعرف كيف بدي أشتغل معه، كيف نمي له هاي الموهبة. بتجربتي هاي صار عرفت أنا شو المادة اللي ضايف فيها خلل. صحيح. فأنا برجع بأسسه من الصيف، برجع أقوى، وهي تجربة، خبرة، أداء أفضل. طب ربما حكيتي عن شغلة كتير مهمة هي كتابة الأهداف. تمام. أو تحديد الأهداف. تمام. كيف يا الطالب، يعني أنا بتوقع بحد ذاته هو لازم يحدد شو بده بهذا الموضوع، فخبرينا كمان كيف مثلا هلا انه مثلا عنده فحص، عم يمرق بالفحص، كيف فيني انا احدد انه هي الماده عملت فيها منيح، كيف كذا، كيف انا بدي اطلع، كيف بدي اختار مفاضلتي بالجامعه، كيف يحقق اهدافه او يحددها؟ هلا ما يضوج، ما كثير يعطي اوامر للدماغ انه انا بدي اعمل وانا بدي اسوي، بده يصير يلتهي الطالب بشيء ثاني عم يشغل دماغه. هلا الدماغ جدا حساس، فهو اي شيء، في طلاب مثلا كثير بتدرس تقرا تمام بتلاقيها شتت شوي. صحيح. تمام. هلا الدماغ جدا حساس، اي كلمه اي صوت سمعه اي قصه فهو بده يتوجع. تمام. فرغ ثاني، يعني انا بريح ثاني برجع بدرس، برمم، بحط هدفي انه انا مثلا بدي اطلع دكتور. تمام. بكتبه 21 مره، بكتبه وراء وبحطه قدامي، بتخيل حالي اني طبيب، بشغل الشغف الموجود جواتي حتى استمتع وانا الشيء اللي عم بقراه. ما تكون هي الماده انه انا هي عندي اياها اجباري، لا استمتع، خذها كثقافة. أنا هيك بحب، يعني أنا بنصح طلابي هيك إنه أنت استمتع بالشي، شوف حالك، حتى بتخفف توتر يمكن. طبعاً القصة. طبعاً لازم بسط. نحكي عن تخفيف التوتر كمان، زينا بنشوف إنه أوقات بعض الكلمات هي يمكن كافية لحتى نشحن طاقات الطالب ونشجعه لحتى يفوت بمرحلة الامتحان بدون رهبة بدون خوف مع المسؤولية، فشو بتشوفي أهم الكلمات اللي نحن نقدر نتعامل فيها؟ أنا واثق من نفسي، أنا واثق من قدراتي، الثقة بالنفس، أنا ناجح. طبعاً بدي غزي بإيجاب، طب أنا ليه لغزي بسلب؟ أنا متوتر، طب ليه لا أعطي أمر لدماغي مباشر إنه أنا متوتر؟ تمام. طب أنا واثق من نفسي، أنا قادر، أنا أستطيع، أنا ناجح. يعني دائماً نحن لا نفكر بالطريقة السلبية، نفكر بالإيجاب، هو أسهل. نعم. طب خلينا كمان ربا نحكي شوي، يعني تحية لكل الأمهات أول شيء بدنا نقول لأنه عم يقدموا فحص مع أولادهم. أكيد. بهذا الجو اللي بنعرفه كلهم. يمكن إذا بيقدموا بينجحوا كمان. بينجحوا، حفظوا لهم نجاح. كمان في كثير من الأمهات اللي لنا بنوجه لهم تحية، ببذلوا جهدهم بتوفير كمان جو راحة. كمان فرط الراحة الكثير عم بخفف المسؤولية عند الولاد، يعني هي الاتكالية على الأم أحيانا عم تنعكس سلب على الطالب. يعني كمان كل شيء زاد عم يقلب ضده مثل ما بيقولوا، فخبرينا كمان اليوم الام كيف تكون متوازنه بهي المرحله، مثل ما قلنا خلينا نحكي عن المرحله اللي هلا عم يقدموا فيها فحوص مشان يستفادوا منها الكل. هلا انا بقول لك انه الام لازم تراقب ابنها كيف بيرتاح بالدراسه، انا لازم هلا الطفل بيعطيكي او الطالب بيعطيكي، نحن بنقول طفل لانه هو لل 18 سنه الطفوله، فهو بيعطيكي شو بده، فأنا لازم راقب ابني كيف بيرتاح بالدراسة وخليه يعتمد على نفسه ما يعتمد على الأم، لأنه أمه ما راح تروح معه على الامتحان على القاعة الامتحانية، خليه طبعاً بدي غزيله هذا الجانب أنا. تمام. حتى يتحمل هاي المسؤولية، كيف بدي أبني له شخصيته؟ صحيح.
هلا ربما كان الشيء اللي بنلاحظه من تجاربنا سواء من نفسنا مع اخواتنا مع الناس المحيطه، بنشوف اوقات انه هذا الشيء اللي عم نحكي عنه حس المسؤوليه هو مو بس بالدراسه عم بيكون، يمكن بكل مفاصل الحياه بتشوفي طالب او شخص عنده حس مسؤوليه بكل شيء، وشخص اخر هو عديم المسؤوليه ومهمل بنفس الوقت، هذا الشيء قد بينعكس بشكل كثير كبير على المرحلتين التاسع والبكالوريا. طبعا هلا انا نرجع على السبب، انا دائما بحكي بالسبب، نحن ما لنا متعودين نقعد نقرا وندرس. امتى بندرس وبنضغط بالشهادات، والطالب الطفل مقلد. يعني انا كيف مثلا الام تمسك التليفون قاعده قدامه ودرس، فينا نمسك كتاب نشجع، بدي حفز، بدي حبب بالشيء حتى انا اوصل لمرحله مع ابني اكون مرتاحه، بدي اعرف كيف بدي احكي البرمجه الايجابيه تبعه، ما احكي بسلبيه، لا تعمل لا تساوي، كانه انا عم بعطي ماده دسمه انه يساوي هي القصص. نعم تمام. فهذا موضوع كثير مهم، هي موضوع ثقافه حوار او استخدام كلمات ايجابيه بدل السلبي. يمكن شيء تراكمي ربما مو يوم، مو نحن بدنا نجي لوقت شهاده التاسع ونرجع نعيد بناء يمكن الطالب من اول وجديد. ما فيكي، هو ماله معود اساسا. تمام. فانت عم تضغطيه بهي الفتره، لا بقسم له وقته من البدايه. عندي 3 شهور الصيف، شو الماده اللي هو ضعيف انا بلاقي فيها برمم له اياها، برجع بفوت معه على الامتحان كل درس بدرسه، بقسم له وقته بنظم له اموره، فهو بيفوت على الامتحان اموره تمام، بصير في عنده وما بضغطه وما بضايقه، وفيه يساوي بتنظيم في عندي انا حقيبه تدريبيه اسمها تنظيم الوقت، انا بعلمه للطالب كيف يكون منظم، بيعمل شو ما بده بالنهار وبيخلص مواده ومرتاح وبيحفظ المعلومه وبيركزها واموره تمام، وبنستخرجها من الذاكره. هلا في عندي ذاكرتين انا لانه قصيره المدى وبعيده المدى، كمان هي مشكله بينخدع فيها الطالب كثير بالقاعه الامتحانيه يعني. وقت يعتمد على الذاكره قصيره المدى بنسى اعطى امر مباشر لدماغه انه هو نسيان واعتمد على الذاكره قصيره المدى، فهو ما راح تخونه بالامتحان. نعم، كلمة أخيرة بتحبي توجهيها لكل هلا الطلاب وأهاليهم الأمهات كمان بهي المرحلة اللي هلا عم يمرقوا فيها، يعني إن شاء الله تعدي على خير وينجحوا كل الطلاب دائما بنقول. هلا أنا بتشكركم ويسعد صباحكم مرة ثانية وصباح الجميع، وبتمنى النجاح للكل، وبتمنى إنه كل طالب عنده أمنية يحققها، وإن شاء الله خير يا رب. إن شاء الله يا رب. بدنا نشكرك اكيد ربا، ونرجع بنقول يا رب النجاح والتفوق لكل الطلاب. تمام. وما يضيع تعب حدا اكيد، وللاهالي الصبر لانه اكيد رح نحصد الشيء اللي زرعناه. الصبر والدعاء.